السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هو هيكون فيديو بسيط، عبارة عن شرح الاشتراك في موقع جوجل. للاشتراك في موقع جوجل هحتاج حساب واحد فقط، من خلاله هقدر اشترك في جميع الخدمات اللي بيقدمها موقع جوجل واللي هحتاجها علشان هستفاد منها في عملية بناء المواقع الربحية سواء مدونات او منتديات. على سبيل المثال انا بحتاج خدمة جوجل ادسنس، ودي اللي بتمدني بالاعلانات اللي بنحطها في المواقع بتاعتنا. جوجل ادوردز بستفاد منها في استكشاف الكلمات المتعلقة بافكار المجالات اللي انا بختارها للمواقع بتاعتي. علشان كده هنحتاج ان احنا نسجل مرة واحدة فقط في موقع جوجل، وبعد كده هنستخدم الحساب اللي احنا سجلناه عشان نشترك في الخدمات الاخرى. هنا دخلت على موقع جوجل عادي جدا، هنا صفحة عادية جدا بملأ من خلالها بيانات الاسم الاول والاسم الاخير. هكتب كلمة السر بتاعتي، كلمة المرور. تاريخ الميلاد، اذا حبيت اكتب الهاتف اللي هو رقم المحمول بكتبه عادي، لو ما حبيتش ان انا اكتبه مفيش مشكلة، مش هيتطلب ادخال رقم المحمول. برضو اذا انا حبيت اكتب، لو انا ليا ايميل على خدمة تانية ممكن اكتبها، اذا انا ما حبيتش اكتبها مفيش مشكلة. هنا بكتب الرمز، وبختار البلد، وبعدين بنتقل للخطوة اللي بعد كده. وبكده انا قمت بتسجيل حساب في موقع جوجل. هذا الحساب هقدر ان انا استخدمه مع جميع خدمات جوجل اللي انا بحتاجها في شغلي في المواقع الربحية. هننتقل دلوقتي لجزئية كيفية تسجيل الدخول في خدمة جوجل ادوردز. دلوقتي بعد ما عرفنا مع بعض ازاي بنشترك في خدمات جوجل المختلفة عن طريق حساب تسجيل حساب جديد في موقع جوجل، هنشوف دلوقتي ازاي اسجل دخول لخدمة جوجل ادوردز. الاول بسجل دخول عن طريق الحساب اللي انا سجلته قبل كده. بعدين اتوجه لموقع ادوردز، بيطلب مني هنا تأكيد كلمة المرور، بيطلب مني قبل البدء في استخدام خدمة AdWords ان انا اضيف بعض المعلومات. بختار البلد واختار العملة. طبعا انا مش هحتاج البيانات دي الا اذا كنت ناوي اقوم باستخدام خدمة جوجل ادوردز عشان اعمل حملات اعلانية. هنا تم انشاء حسابك في ادوردز. سجل الدخول الى حسابك. وبكده اكون
قدرت ان انا اسجل دخول لخدمة جوجل ادوردز اللي هستخدمها ان شاء الله. هنشوف الفيديو الجاي ازاي هنستخدمها في كيفية استكشاف الكلمات المتعلقة بالمجالات الخاصة بالمواقع الربحية بتاعتنا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.